طبعا انتوا تعيبون على الحلبوسي بانه ما طرح القانون وما سوى وما كذا وما كذا. لا مو كلكم، لا بس اسمح لي، مو انتم عندكم كتل سياسيه بالبرلمان والموضوع موضوع سياسي، انتوا لا تحمون زايد، ترى هذا الموضوع، ترى الموضوع هذا مو موضوع الحلبوسي ولا الاكبر من الحلبوسي، هذا موضوع شعب بالكامل. حتى نقول لك سيد رئيس البرلمان السابق قصر في هذا الموضوع في فتره وجود السيد الكاظم، هذا امر متفقين منه. اليوم 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 وجود رئيس وزراء نشط وحاد وحازم وفعال حقيقه بدون مجامله. اليوم السيد محمد شياع حقيقه متميز ومتفوق عن كل الذين سبقوه باداره رئاسه الوزراء، والرجل تاريخه موجود وادار 6 وزارات فمو غريبه عليه. فاليوم اليوم ارد اقول لك اداره الدوله بوجود السيد محمد شياع، وجود السيد محمد شياع حقيقه نلتمس الخير الكثير. شنو علاقة محمد شياع؟ شنو علاقة محمد شياع؟ محمد شياع رئيس وزراء بس وهاي قضية بيها دماء وبيها ناس، بيها ناس مظلومة مثل ما تقول أنت، وبيها ناس ظالمة لدماء الناس. فشنو محمد شياع ولي دم الناس مثلا؟ شنو علاقة محمد شياع؟ هاي قصة أكبر من محمد شياع وأكبر من وأكبر من الكتلة السياسية وأكبر من كل شيء. يصوت عليها مجلس الوزراء، يصوت عليها مجلس الوزراء وتروح المجلس النواب حاله حال اي مسودة قانون. زين هذا قصدي. تمام هذا قصدي. تمام هذا يعني ذاك العفو، ذاك العفو شكو حرامي طلع بذاك العفو، الله وكيلك شكو حرامي طلعوه من السجن وجابوه ورجعوهم رشحوهم مره ثانيه، وواحد منهم صار وكيل وزير، واحد منهم صار وكيل وزير. حرامي ما نريد نطلع، قاتل ما نريد نطلع، مجرم ما نريد نطلع، فجر نفسه ما نريد نطلع، قتل قتل ناس ابرياء ما نريد نطلع. هذا امر خلينا نعتبره قاعده نبني عليها، هذا امر ثابت. زين هو الفجر، اقول لك دكتور عدنان، دكتور عدنان هو الفجر نفسه مات هو الرجال بعد شيء طلع عفوا.